أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست: جدل في عدن بعد أنباء عن وصول عائلة صالح. من المصدر أونلاين: مختطف في سجن الشرطة العسكرية يروي للمصدر أونلاين تفاصيل مذبحة التحالف والحوثيين بحقهم. ومن العربي الجديد: مؤشرات التصعيد العسكري تحيط بصنعاء. وأخيرا من القدس العربي: مطعم في غزة يقدم تخفيضات للكوريين رفضا لقرار ترامب بشأن القدس. أهلا بكم. الموقع بوست تحدث عن تداول وسائل إعلام محلية لأنباء تتحدث عن وصول أفراد من عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمين من صنعاء. وبحسب ما ذكر في وسائل الإعلام فإن قوات عسكرية رافقت العائلة بعدد من الأطقم العسكرية والعربات المدرعة التابعة لقوات الحزام الأمني منذ دخولها الضالع ووصولها عدن. وزير الدولة المقال والمحال للتحقيق ونائب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك غرد تعليقا على وصول أفراد من عائلة الرئيس السابق قائلا: أسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأقرباؤه سيجدون في الجنوب كل الرعاية والحماية التامة حتى يبلغوا وجهتهم التي يريدون، وإن أرادوا البقاء في الجنوب فمرحبا وأهلا وسهلا، هكذا تعلمنا في الجنوب وهكذا تربينا. وأثارت تغريدة بن بريك ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تظهر مدى التناقض الذي يسود توجيهات المجلس الانتقالي، فمن جهة يسمح لأفراد من عائلة الرئيس السابق بالدخول إلى عدن في حين يمنع مئات المواطنين البسطاء من دخول عدن وإيقافهم في الحواجز الأمنية بلحج. وفي الشأن المحلي نطالع مقالة للكاتب رماح الجبري بعنوان: كلمة السر لسقوط صالح، نشر في صحيفة السياسة الكويتية وأعاد نشره موقع سبأ أونلاين، ومما جاء في هذا المقال. خلال 3 سنوات من السيطرة والحكم للميليشيات الحوثية بتسهيلات كاملة من صالح وأنصاره، تمكن الحوثيون من التغلغل في مفاصل الدولة ولا سيما المؤسسة العسكرية والأمنية، ونفذوا أكبر الاختراقات في صفوف الحرس الجمهوري. نخر الحوثيون المؤسسة العسكرية والأمنية وفرضوا قادة جددا من أتباعهم في غالبية الألوية العسكرية بحجة الشراكة في الحكومة التي شكلت في صنعاء بين صالح والحوثي، بالإضافة إلى أن قيادة الجبهات الداخلية أسندت للحوثيين لمواجهة قوات الشرعية الموالي للرئيس هادي. وبهذه الذرائع تم استنزاف المخزون العسكري لجيش صالح، ولم يعطى القادة العسكريون التابعون لصالح أي دور في إدارة الحرب. خلال 3 سنوات التي تحالف فيها صالح والحوثي ظهرت الكثير من الخلافات بينهما، وكان صالح هو الطرف الأضعف والمتنازل لما كان يسميه وحدة الصف ورفع شعار لن ننجر. بعد 3 سنوات من سيطرة جماعة الحوثي على كافة مفاصل ومؤسسات الدولة، رأى صالح التشققات من حوله وأيقن أنها علامات السقوط. هتف بأنصاره لكنهم خذلوه كونه خذلهم بتنازلاته، هتف بالجيش لكنه خذله كونه تخلى عنه وسلمه للميليشيات، هتف بالقبائل فكانت بطونها ممتلئة مما عند الحوثي، ولم يكن أمامه إلا أن يواجه مصيره ويقاتل حتى قتل. وهكذا سجل نهايته بعد 39 عاما من السلطة والنفوذ. لم تمر سوى دقائق معدودة من يوم 12 من ديسمبر الجاري حتى كان 39 سجينا مختطفا لدى جماعة الحوثيين على موعد مع الموت، وكما يقول المصدر أونلاين 70 آخرون ينزفون من دمائهم ويفقدون أجزاء من أجسادهم كانوا شهداء على مذبحة كاملة. مختطف في سجن الشرطة العسكرية يروي للمصدر أونلاين تفاصيل مذبحة التحالف والحوثيين بحقهم: لن أنسى تفاصيل تلك الليلة، لقد كانت مذبحة بكل التفاصيل، كانت الدماء تسيل من الجميع والجثث تتساقط بينما كنا محتجزين ننتظر الموت. السجين المختطف الذي رمز لنفسه باسم حسين لاعتبارات أمنية يروي تفاصيل الحادث للمصدر أونلاين ويقول: عند الساعة 12 منتصف ليل الثلاثاء تفاجأنا بانفجار يهز المبنى الذي نحن محتجزون فيه،
ويبدو أن الانفجار كان قريبا جدا من زنزانتنا الواقعة في البدروم الأرضي. وأضاف حتى أن جميع النوافذ تساقطت إلى داخل الغرف فوق رؤوس نزلاء المبنى، ولم يبقى غير الشبابيك الخارجية، ومن هناك هرع جميع النزلاء في البدروم إلى الطواريد للاحتماء. وأشار المختطف حسين إلى أن المسلحين الحوثيين بينهم قيادات ميدانية كانوا في الدور الثاني من المبنى يحققون مع بعض المختطفين، وقال إن الحوثيين أنزلوا السجناء المختطفين من الدور الثاني للبدروم ولاذوا بالفرار إلى خارج المبنى. موقع يمن مونيتور تحدث عن استشهاد 10 نساء وذلك في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت موكبا لأحد الأعراس في محافظة مارب. مصادر محلية قالت ليمن مونيتور إن غارة خاطئة استهدفت سيارة تقل 10 نساء بينهن أطفال وهن في طريق عودتهن من أحد الأعراس بمنطقة حريب القراميش. وفي مارب أيضا أصيب مدنيون إثر قصف صاروخي لجماعة الحوثي المسلحة استهدف حيا سكنيا وسط المدينة، حيث تواصل جماعة الحوثي إطلاق القذائف وصواريخ الكاتيوشا من المرتفعات بجبل هيلان مستهدفة المدنيين في محافظة مارب الخاضعة للحكومة الشرعية. وفي الشأن المحلي أيضا نطالع مقالا للكاتب وديع العزعزي في موقع اليمن السعيد بعنوان نحن بحاجة لنتوحد الآن وليس غدا، يقول الكاتب: نحن بحاجة ماسة إلى أن تتجاوز القوى السياسية والاجتماعية اليمنية أي خلافات سياسية وعقائدية تحول دون القيام بجهد وطني منسق وموحد لمواجهة الميليشيات الانقلابية. متى سندرك أن الشعوب وقواها الحية تضع جانبا خلافاتها في أوقات الشدة والمنعطفات الكبرى وتتوحد في مواجهة الخطر قولا وفعلا عسكريا وسياسيا وإعلاميا؟ قضية التوحد في مواجهة ميليشيا الانقلاب لا تحتمل التأجيل وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية وقرار شجاع من النخبة السياسية والحزبية اليمنية، وهو هدف يجب أن يتقدم على غيره من الأهداف والحسابات والحساسية. وثمة حاجة ماسة إلى عقلنة الخطاب الإعلامي وتلجيم الأصوات والأقلام المثيرة للانقسام، ولا يعني ذلك ألا يمارس الإعلام دوره في النقد البناء والمسؤول وكشف الفساد. نريد للإعلام أن يكون وسيلة احتجاج عارمة وفاضحة لممارسات ميليشيا الانقلاب وأداة تغيير ورافعة تحول مهمة في معركة استعادة الدولة من يد الميليشيات الانقلابية. ويتعين على العقل السياسي اليمني اليوم وقبل غد اشتراح الخطط والاستراتيجيات التي تكفل من جهة اقتناص هذه اللحظة التاريخية بعد مقتل صالح إلى تكوين تحالف سياسي واجتماعي وطني عريض في مواجهة ميليشيا الانقلاب، وتضمن من جهة ثانية ديمومة الفعل الشعبي المقاوم، وتعمل من جهة ثالثة على أن لا يتعارض الهدفان معا مع الهدف الأسمى والمتمثل في تعزيز صمود الجيش الوطني واستمرار انتصاراته وصولا إلى إنهاء الانقلاب وعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء. كشفت وزارة المالية السعودية عن تطبيق المقابل المالي للوافدين في 2018 كما أورد موقع عدن الغدوة. قالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: يتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهريا في العام 2018 حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية. وكانت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية قد استحدثت عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية مقارنة بأعداد العمالة الوافدة. من بين هذه البرامج ما يعرف باسم المقابل المالي، ففي عام 2017 تم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي استهدفت توفير مليار ريال نهاية العام. أما صحيفة الأيام فتابعت نشر تفاصيل معركة تحرير آخر جيوب الحوثيين في بيحان وعسيلان النفطيتين، وقالت بأن العمليات العسكرية للمقاومة الجنوبية والجيش تتواصل في تمشيط مديريتي عسيلان وبيحان بشبوة
بعد التحرير. وأكدت للأيام ضابط التوجيه أكد للأيام ضابط التوجيه المعنوي باللواء 19 النقيب مطلق جوهر أن عمليات التمشيط مستمرة، مشيرا إلى مواجهات وقعت عند تعقب فلول حوثية ما تزال متحصنة في عدد من المواقع. وأسفرت المواجهات عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، وكذا قتلى وجرحى وخسائر فادحة لميليشيا الحوثي. سكان محليون أشاروا إلى أن اشتداد المواجهات دفع إلى تعليق الدراسة في جميع المدارس ببيحان، وأوضحوا أن الوضع الإنساني صعب هناك، وهناك عمليات نزوح إلى وسط مدينة العليا مع تواصل انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من أسبوعين. بعد الفاصل سنتابع أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. مؤشرات التصعيد العسكري تحيط بصنعاء، كما رأت صحيفة العربي الجديد والتي قالت بأنه بالتزامن مع التصعيد العسكري في أكثر من محافظة يمنية تتجه الأنظار نحو صنعاء، مع إعلان التحالف أن منظمات دولية طلبت إجلاء موظفيها، الأمر الذي لم تؤكده الأخيرة. غير أن مغادرة البعثة الدبلوماسية الروسية الأسبوع الماضي كانت المؤشر الأبرز على احتمالات توجه البلاد نحو مزيد من التصعيد وباتجاه صنعاء تحديدا، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بين التأييد للشرعية ومهاجمة جماعة الحوثي وبين التأكيد على الحل السياسي. من جهة أخرى، أكدت مصادر يمنية قريبة من مكتب الأمم المتحدة في صنعاء أمس الأحد للعربي الجديد استمرار عمل مكاتب المنظمة الإغاثية والعاملة في المجال الإنساني، رافضة التعليق على أنباء طلب منظمات إجلاء موظفيها من اليمن. وتعيش صنعاء عزلة منذ بدء عمليات التحالف وما رافقها من مغادرة البعثات الدبلوماسية، مرورا بإغلاق مطار صنعاء الدولي منذ أكثر من عام أمام الرحلات التجارية. ودخلت المدينة مرحلة جديدة من العزلة أخيرا ارتفعت معها احتمالات التصعيد العسكري. تتجه ميليشيا الحوثي حسب صحيفة الخليج إلى فرض الوصاية على حزب المؤتمر الشعبي العام بالتزامن مع استمرار إجراءات تغييب قياداته وفرض الإقامة الجبرية على عدد منهم واختطاف البعض وملاحقة آخرين. وعلمت الخليج من مصدر مسؤول في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر أن الحوثيين هددوا بمصادرة ممتلكات أي قيادي في الحزب يغادر صنعاء للجوء إلى المحافظات المحررة وتنفيذ عقوبات من قبيل تفجير المنازل واعتقال الأقارب. ولفت المصدر إلى أن ثمة توجه وشيك لدى جماعة الحوثي لإعلان تشكيل قيادة جديدة لرئاسة حزب المؤتمر والأمانة العامة خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن قيادات بارزة في الحزب قررت اعتزال العمل التنظيمي والاعتكاف في المنازل كطريقة لتجنب المشاركة في مخطط الحوثيين الهادف إلى فرض الوصاية السياسية على الحزب. وفي الشأن العربي، نطالع في العربي الجديد مقالا للكاتب خليل العناني بعنوان حرب خاسرة على الإسلام السياسي. يقول الكاتب: تشن السلطويات العربية منذ 4 أعوام حربا ضروسا على قوى الإسلام السياسي وتياراته بمختلف أطيافها، خصوصا المعتدلة منها مثل جماعة الإخوان المسلمين ومثيلاتها، وهي حرب استخدمت فيها كل الأسلحة القمعية والإعلامية والبحثية والاقتصادية من أجل استئصال شأفة هذه التيارات والتخلص منها، وهي حرب كانت أشبه بانتقام سياسي من الانتفاضات والثورات العربية. فعلى مدار السنوات الماضية تم حشد الأموال والقنوات والأصوات وطالب الشهرة من أجل شيطنة الإسلام السياسي وتشويهه باعتباره الخطر الذي يهدد الأمة
والذي يجب أن يتم القضاء عليه بأي ثمن. المدهش هو أن تنخرط السلطويات العربية في حرب على الإسلام السياسي في الوقت الذي تحضر فيه حالها لشن حرب على إيران، وهو ما يكشف حجم الغباء السياسي والاستراتيجي لدى هذه السلطويات ومن يفكرون ويخططون لها، بل ويدفع كل الطرفين إيران والإسلام السياسي للتحالف معا ضدها على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية والطائفية بين الطرفين، في حين تستعيد السلطويات العربية عن الإسلام السياسي بتحالف مع صديق جديد هو إسرائيل، متخيلين ويا لسذاجتهم أن في وسعهم كسب المعركتين في الوقت نفسه. ولا يدرك هؤلاء أن إسرائيل لن تتورع عن الانقلاب عليهم وعلى مشاريعهم حين تأتيها الفرصة لذلك، وهم جميعا يعيشون حالا من النشوة والسكرة بسبب وجود دونالد ترامب رئيسا في البيت الأبيض، ويعتقدون أن بإمكانهم تغيير موازين القوى لصالحهم إلى الأبد، وهو أمر أقرب إلى الخيال والتفكير بالأماني. موقع شبكة البي بي سي تساءل، هل الشعور بعدم الألم نعمة أم نقمة؟ وذلك على خلفية نقله لقصة عائلة لا تشعر بالألم، فقد أدركت ليتيزيا مارسيلي 52 عاما أنها مختلفة عن الآخرين منذ أن كانت صغيرة في السن، وذلك لأن لديها حصانة ضد الألم، ما يعني أنها لا تشعر بالحروق ولا تحس بالآلام الناجم عن كسور العظام. وأيضا هي ليست الوحيدة، فخمسة من أفراد عائلتها يعيشون نفس الحالة. قالت للبي بي سي، نعيش حياتنا اليومية بشكل عادي، ربما بشكل أفضل من الآخرين، لأننا نادرا ما نمرض ولا نكاد نحس بالألم، لكن أفراد هذه العائلة يحسون بالألم على مستوى معين، بالأحرى يعيشون تجربة الألم في وعيهم وإدراكهم دون إحساسهم، وهذا الشعور يستمر لثوان فقط. ويعتقد العلماء أن هذه الحالة قد تكون ناجمة عن أن بعض الأعصاب لا تعمل بشكل جيد. ويأمل العلماء الذين درسوا حالات أفراد العائلة عن كثب أن يساعدهم ذلك في تطوير وسيلة لتخفيف الإحساس بالألم عند الناس العاديين، كما قالت البروفيسورة ماريا إلويسي من جامعة سينا في إيطاليا. يقدم مطعم في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة تخفيضات على أسعار وجباته للزبائن، كما تقول صحيفة القدس، شرط أن يكونوا من مواطني كوريا الشمالية، في خطوة رمزية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ووضعت لافتة كبيرة على الواجهة الزجاجية لمطعم رابعة، عليها العلمان الفلسطيني والكوري الشمالي مع عبارة، تخفيضات تصل إلى 80% للزبائن الكوريين، وذلك تثمينا لدور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لقضيتنا الفلسطينية. وتقتصر هذه الخطوة على الجانب الرمزي، إذ لا يعيش أي مواطن كوري شمالي في قطاع غزة، كذلك لا يحمل أي فلسطيني من سكان القطاع جنسية هذا البلد. وقال صاحب المطعم سالم رابعة لوكالة فرانس بريس، إن هذه التخفيضات تعبير رمزي عن تقدير وتثمين لدعم الزعيم كيم للقضية الفلسطينية ورفضه الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وأضاف، أعلم ألا وجود لأي كوري في قطاع غزة، لكن هذا أقل شيء أستطيع أن أقدمه للقدس عاصمتنا بشكر الزعيم الكوري الشمالي. دعتني محطة إذاعية إيرلندية في دبلن للتعليق على قرار الرئيس دونالد ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسألوني عن ما أظن أنه دار في ذهن الرئيس الأمريكي حين أصدر القرار، وأجبت على الفور، ليس لدي مفتاح مستشفى المجانين. بهذا النقد الساخر بدأ الصحفي المعروف روبرت فيسك مقاله المنشور في الإنديبندنت، مضيفا في المقال الذي ترجمته صحيفة الغد، وداعا فلسطين، وداعا حل الدولتين، وداعا يا فلسطينيين، لأن هذه العاصمة الإسرائيلية الجديدة ليست للفلسطينيين، بل إن ترامب لم يستخدم في خطابه كلمة فلسطين، وتحدث فقط عن إسرائيل والفلسطينيين، وبعبارات أخرى عن دولة وعن أولئك الذين لا يستحقون والذين لم يعد يمكنهم أن يطمحوا إلى دولة.
ولا عجب في أنني تلقيت مكالمة في بيروت الليلة الماضية من امرأة فلسطينية كانت قد استمعت للتو لتدمير ترامب لعملية السلام. سألتني: هل تتذكر مملكة السماء؟ في إشارة إلى فيلم ريدلي سكوت العظيم عن سقوط القدس في العام 1187. حسناً، لقد أصبحت الآن مملكة الجحيم. إنها ليست مملكة الجحيم بطبيعة الحال، فقد كان الفلسطينيون يعيشون في نوع من الجحيم منذ 100 عام، منذ إعلان بلفور عن دعم بريطانيا لإقامة وطن يهودي في فلسطين، عندما أصبحت جملة واحدة والتي تعتنقها رئيسة وزرائنا تريزا ماي المحبوبة: الفلسطينيين وتجريدهم، أراضيهم وممتلكاتهم. قمت بتطبيق التحليل اللغوي لنعوم تشومسكي الذي تعلمته عندما كنت في الجامعة على خطاب ترامب، وكان أول شيء رصدته كما ذكرت أعلاه هو غياب كلمة فلسطين، وأنا أضع هذه الكلمة دائما بين علامات تنصيص لأنني لا أعتقد أنها سوف تكون موجودة في أي وقت كدولة. اذهبوا وانظروا فقط إلى المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، سيكون واضحا أن إسرائيل لا تنوي أن تكون هذه الدولة موجودة في المستقبل. لكن هذا ليس عذرا لترامب، فبنفس روح إعلان بلفور الذي أشار إلى اليهود بالاسم، لكنه أشار إلى العرب على أنهم المجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين، يقوم ترامب باختزال عرب فلسطين إلى فلسطينيين. صور متنوعة بمشاعر مختلطة بين الحزن والفرح وتضاد الضوء والظلام، كلها نشرتها صحيفة ديلي تيليغراف، نتابع بعضا منها. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.